بتعبي الفراغ هون ماشي؟ ايه ماشي. المناصب اللي انتو فيها هي أمانة برقبتكن يا أولادي، أمانة برقبتكن ليوم الدين. أوه أستاذي، شو بك زعلان؟ ولا شي، بس دايق خلي روق ولا تاكل هم شي أبداً. اللي شفت المفاجأة اللي صارت على حسابك؟ طب قل لي شو صار بملفنا؟ ما في أي مشكلة ما؟ وينك أستاذي؟ مشكلتك بالمصاري؟ انسى، ما لك خلق حتى تحكي، رح أجيب وقت تاني، بس متغير عن الشهر الماضي. إذا ما عجبك في عندك بضاعة تانية غيرها. آمين. يلا شوي شوي عم اهلكن. ايه لا تسرعوا حبيباتي، شوي شوي. برافو، يلا فوت. آخ يا ابني، ليش نسيت أصلك؟ مثل ما أنت نسيت أنا رح أنسى. مفكرين ما فيني أنساكن يعني؟ أنت جميل، دفنت الحبل السري تبعك عند باب حكومي، يعني لازم تخدم البلد، لازم تكون عادل دائماً، ولازم تحمي حق اليتيم. بس للأسف أنت استخدمت هذا الحبل السري وسيلة، وسيلة حتى تسرق هذا البلد. رحت وأخذت اللقمة من ذم اليتيم. أنت كسرتني، ما كان أملي فيك هيك، وهلأ صار لازم تروح. خلي المي تاخدك لبعيد، 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 خلي المي تاخدك لبعيد. روح، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد. أستاذ صاير معك شي؟ ما بعرف، والله ما بعرف.
ابني مراد. انت كان بدك تصير امام بالجامع حتى تصير دائما تقرا الفاتحه من بعدنا، كمان كرمال تلين قلوب اللي حواليك لما يسمعوك. ابني انت عم تعلم القران الكريم لكل الناس، انت اللي عم تدل الناس على الطريق الصح. لو بتعرف قديش حابه انك توقف ولو مره قدام تجار الدين. كان عندي حلم يا ابني انك تمسك ايدي عند باب الجنه يا امي. بدي خليك تذوق القهر. الحبل السري تبعك ما لازم يكون مكانه بساحه الجامع. خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد، خلي المي تاخدك لبعيد. إمامنا صاير كتير عاطفي، والله عشعرك كنت رح أبكي وينزل دموعي. مروة بنتي، قديش كنت حابة أشوفك مدرسة مثل ما بتمنى وافتخر فيكي. خيبتي لي أملي يا بنتي، كل أحلامي اندفنت اليوم بباحة المدرسة. لا يا بنتي أنا ما ربيتك هيك، وين راحت نظرات البراءة اللي كانت بعيونك، طموحك وأحلامك الكبيرة؟ مروة ما بتتخيلي قديش في حزن بقلبي. انت وجعتيني. روحي خلي المي تاخدك، 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 خلي المي تاخدك. ليش عم تبكي أنسة؟ أنا تعودت على نظرات الناس المشبوهة لإلي، بس لما تكون أمك عم تتهمك إنك حرامي وقتها ببطل الموضوع عادي. لو كل الدنيا بزقت بوشي ما بيهمني، بس أمي ما فيني أتقبل هالشي بنوب. وأنا ما بعرف شو عم يصير معي، قلبي قامطني ومالي مرتاح، ما عم بقدر لاقي حل. ما عم نام الليل، صدقوني يا جماعة ما عم يغمض لي جفن. وأنا نفس الوضع، ما عم نام من الكوابيس، شي بشوف حالي واقع من مكان عالي، وشي عم ببكي على أولادي. والحل يا جماعة؟ والله أنا حاسس حالي رح جن. نحن شو صار لنا؟ تعالوا نروح لعندها. ما في شي بيغني عن رضاها. والله كل مصاري الدنيا ما بتغني عن دعوة الأم، وللأسف نحن فقدنا هالشي. يعني إذا ما رضيت علينا رح نصير مثل المجانين عم نلف الشوارع وما حدا رح يطلع بوشنا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.